الطرق الرئيسة في مدينة الزاوية تعمها الفوضى، وما هذه القطع الخشبية إلا دفاعات بدائية وضعها مواطنون ودقوا بعضها بالمسامير في محاولة لإيقاف آليات قوات الأمن. علم ليبيا ما قبل الثورة يرفرف وسط هذه الساحة كتأكيد على سيطرة المعارضة على الزاوية التي شهدت أكبر عمليات قتال بين مؤيدين للقذافي ومعارضين له، وهي مدينة ذات موقع استراتيجي، فهي تبعد 50 كيلومترا من العاصمة الليبية، وفيها محطة نفطية رئيسة، وتمر فيها طريق سريعة تربط ليبيا مع الحدود التونسية. بعض الشهادات اتهمت خميس معمر القذافي بقيادة قوات الأمن في الزاوية، وآخرون تحدثوا عن إبادات ارتكبت في المدينة. إبادة جماعية في الزاوية بالرشاشات، بالأغراض العامة، بالمدافع. وين الليبيين؟ وين الأمن الدولي؟ وين الأمن الدولي؟ وين الدول العربية؟ خدنا ماتت. هذه الصور الخاصة بفرانس 24 تظهر القبض على أحد المرتزقة وضربه من قبل بعض المواطنين، لكن تدخل آخرين اعترضوا على هذا التصرف حال دون قتله. سيارات إسعاف كثيرة تنقل الجرحى والقتلى في الزاوية، أما مظاهر الاشتباكات فلا تزال جلية، والمواطنون هنا يجاهرون بالأسلحة البيضاء ليؤكدوا أنهم جاهزون للدفاع عن مدينتهم.